يا رب يا رب يا رب النتيجة يا رب يا رب النتيجة يا رب. قديش ضغل النتيجة؟ ضال نص ساعة يا رب. هانت هانت إن شاء الله يا رب تنجح هيك نشأت وتفرحنا نفرح فيك، ما تشمت حد فينا يا رب هيك، ونجيب لك الألعاب النارية ونفرقع لك ونجيب لك الحلويات ونشغل لك الأغاني يا رب يا رب يا نشأت، ما يضيع لك تعب يا رب. يا ويلي بابا قاعد بستنى النتيجة، إيش أنا أعمل؟ أنا كنت أكذب على بابا مدرسة. نشأت إيش هتسقط ولا تنجح؟ بابا قاعد بستنى في النتيجة. والله ما أنا عارف يا مرة هسقط ولا أنجح. إيش بتحكي جد؟ يعني يمكن تسقط يا نشأت؟ أنا عارف يا مرة. يلا خلص أعمل وجهي، نفسي أسقط وبابا يطردني من الدار، أصلاً أنا ما درستش طول السنة، خايف بابا يطردني. يلا هينا تسهن ضايل ربع ساعة، إيش ما راح تعالتي؟ كأنك كان عند نشأت؟ آه. طمنيني كيف نشأت؟ منيح بس متوتر. متوتر؟ يا ويل علي نشأت. طب تعال روح نشوف، تعال معي تعال. يا ويلي صوت بابا جاي علي. وين نشأت؟ إيش يا بابا؟ سمعت إنك خايف قالوا متوتر. لا يا بابا أنا مش خايف ولا متوتر. لا بابا كذاب، عمال رحت عليه لقيته متوتر. لا يا بابا تخافش ولا تتوتر، إن شاء الله بتطلع النتيجة وأنا متفائل لك خير، إن شاء الله حتجيب من التسعينات، تقلقش. إن شاء الله. إن شاء الله أدعي أقول إن شاء الله بتجيب من التسعينات، وإن شاء الله هذا الفيديو بيجيب 2000 3000 لايك. نتمنى كل شخص بيشاهد هذا الفيديو ينزل تحت ويحط لايك حلو لهذا الفيديو ويحط كمان تعليق حلو ويشترك وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس زي ما حكى لكم نشأة. أنا قطع الكلمة الحمراء اللي تحت. 100%. يلا يا بابا زي ما حكيت لك تتوترش، إن شاء الله النتيجة حتظهر وتجيب 99. ماشي؟ يلا يا بابا ضل ربع ساعة على النتيجة وتظهر إن شاء الله. بلشت تظهر النتائج، بلشت تظهر. النتائج، نتائج بابا، نتائج الثانوية، نتائج التوجيه طلعت يا بابا. الناس تضرب العاب نارية لأولادها اللي ناجحة. يا ساتر يا ساتر، قوم قوم. الناس قالوا يا بابا بتضرب العاب نارية لأولادها اللي ناجحة. خلينا نفحص نشوف نشأة قبل كنت تجي. لقيت ما وصلتش الرسالة، هي المفروض الرسالة وصلت. نفحص. يلا. مش راضي، الموقع مضغوط، خليني اتصل على واحد يشوف لنا النتيجة. يلا يا رب، قول يا رب تكون نشأتنا. سلامات، كيف حالك؟ اسمع بدي اغلبك، انا امبارح اديتك رقم الجلوس تبع نشأت، بدي اغلبك تفحص لي من عندك من على النت، شوف النتيجة. اغلبك معايا لانه النت عندي كله ضعيف، يا الموقع مضغوط مش عارف، المهم افحص لي من عندك انا اغلبك معي. يا ربي يلا حبيبي رد لي خبر بسرعه. يلا سلامات حبيبي، مع السلامه. مع السلامه. يلا هيبدي يشوف من عنده هذا نتو قوي، شفر شفر نتو، ان شاء الله بشوف لنا اياه يا رب. قولي يا رب يا رب نشأت ينجح يجيب التسعينات يا رب، وعقبال عندك كمان انت يا زغلوله. قولي هاي النتائج طلعت، ايش انا اعمل والناس كلهم بتضرب العاب ناريه، ايش انا اعمل؟ يا حرام يا بابا، علمه انا راح انزح مع المش انه انا اسقط. الله يستر، خايف يطردني من الدار. يلا يلا يا رب. هيوران هيوران يا مرة، هيوران 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 هيوران. الو طمني، ناجح ناجح ناجح.
الجرس برين. طب ماشي روح روح اجري افتح روح اجري. صوت لنا الحمد لله. وين ابوك؟ هيا صوت لنا لنا ماما ضياني. يلا هاي رجال هاي رجال. هاي وسام فوت عدى عدى. اهلا وسهلا. أهلين يا عمو كيف حالك؟ أهلا وسهلا أهلا وسهلا. عمو هذه ساعة برد عليك على الجوال مالك بتردش؟ والله يا عمو فرحانين بنجاح نشأت قاعدين من حد ما اتصلت أنت فيا وقلت لي إن نشأت نجح وأنا قاعدين منزيط وفرحانين بنجاح نشأت. نجح نشأت؟ نجح نشأت يا عمو مش اتصلت فيا وقلت لي ناجح. ابنك ناجح بس. بس إيش؟ احكي لي بس إيش؟ إيش في؟ إيش مالك؟ بس إيش؟ طمني. أنا لما حكيت لك النتيجة نشأت ما استنيتش أحكي لك الباقي وسكرت في وجهي. إيش باقي إيش يا وسام؟ ايش فيه؟ مش اتحمل مادتين. ايش مادتين؟ انت ايش بتحكي؟ يعني بدي يعيد السنة ولا ايش؟ بدي يعيد السنة؟ يا ولع راسك يا ابو نشأت بعد ما فرحت انا ولما كل الجيران وخبرنا الدنيا جاي هلقيت بتقول لي حامل مادتين وبدي يعيد السنة؟ ما انت لو ما سكتش فيجي كان حكيت لك من الاول. ايش استنى يا زلمة؟ ايش استنى يا راجل؟ بتقول لي ابنك ناجح، قول لي ابنك حامل مادتين وجايب هيك يا راجل. وين اخوك نشأت هو؟ وين راح؟ وين راح؟ هيو مسكته الساقط، الساقط مسكته. هيو سقط في توجيهي. يا ويلي شفيك كيف مشت خلاني اعرق وهو تاني عرقان وانا بجري وراه. والله وانا بمسك بابا عشان ما يجريش وقعني كذا مرة. ماشي هذا الفيديو الله يكون بعوننا وبعونكم على اجواء الشوب هذه. بتمنى لكل طلاب التوجيهي النجاح ان شاء الله وان شاء الله بتفوق يا رب. قولهم ان شاء الله بتنجحوا لطلاب التوجيهي. قولهم ان شاء الله بتنجحوا. وان شاء الله يا رب نشأت هيك وما راح بيكبروا وبصيروا في توجيه وبيجيبوا من اعلى المراتب يا رب. وبهيك بنكون وصلنا لنهايه الفيديو. استنى بتمنى من كل شخص بيشاهدنا روحوا تابعوا حساباتنا على الانستغرام على التيك توك وشوفوا يومياتنا وش بننزل. ماشي وبهيك مش قادر اضبط نفسي تعبان انا. وبهيك بنكون وصلنا لنهايه فيديو اليوم. نتمنى هالفيديو الخفيف يكون عجبكم وشكرا لكم كثير كثير. وعلى قد هالفيديو هذا والتعب اللي انتم شايفينه هذا بدي كبشات لايكات لهذا الفيديو وشكرا لكم وسلام.